بديش اخو اسمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله كنتواجدوا عند اخ سمير مربي دجاج الزينة. هالخير ما شاء الله. ديال الاخ سمير. عنده واحد المزرعة صغيرة تبارك الله. الله ييسر ليه الامور. تبارك الله. سمير خويا شحال من نوع هنايا؟ شحال من لون؟ الانواع مختلفه. كاين الارميني وكاين الكولومبي وتقريبا كيف ما كتشوف انت كلشي تبارك الله ما شاء الله. كتبيع بحال هكا؟ اللي بغى شي حاجه نبيعو ليه. كنبيع للدراري في جروبات وراه معروف عند الدراري في جروبات. كتبيع من كلشي من البياس الصغير كبير؟ كلشي. تبارك الله. الله ييسر لك الامور. أمين. البيض حتى هو البيض موجود خير. اللي بغى البيض موجود. كنبيعوا البيض ديال البرامه ب 20 درهم وكاين الايام سيماني وكاين راه غادي تشوف الانواع الاخرين ان شاء الله. غادي ندورو نصوروهم حتى هما. اييه ان شاء الله. مرحبا. الخير تبارك الله. عند الاخ سمير اللي بغى شي حاجه الاخوان مرحبا به. غادي نخليو الرقم ديالو في النهايه ديال الفيديو ان شاء الله. تبارك الله. مدينه الدار البيضاء وكيعطيهم الماكله. كاين اللي كيسول على العلف اخويا سمير، اش كتعطيهم في العلف؟ خويا كنعطيهم انا القمح والدرام قرشله والشعير مقرشل وكنعطيهم السيكالين ديال البيض وشويه النخاله. ها العلف الاخوان اللي كيعطيهم راه علف تبارك الله. القمح الدوره تبارك الله. اللي شاف الفيديو الخوش يقول تبارك الله ويدعي معاه. راه واحد الشاب تبارك الله مجاهد. انا معاه باغي يوريني العلف. ها العلف تبارك الله تبارك الله. ماكله زوينه مخلطه هنايا بصايبلين باناشي القمح الدوره السيكالين العلف المركب هو السيكالين الشعير تبارك الله. خويا كله كاع مواد طبيعيه. راك كتشاهد الله ييسر لك الامور. الخير الاصدقاء. دجاج البراهمه كاينين الالوان. اللي بغيت قد شي حاجه مرحبا به. الخير اخويا سمير تبارك الله. الله ييسر لك الامور. هذاك الشيء اللي كاين ان شاء الله يا ربي. دعوا مع اخويا سمير قولوا الله يبارك لي في السليعه والله ييسر لي الامور. واللي بغى يتقدى شي حاجه الاصدقاء راه التمار راه مناسب. نخليو الرقم ديالو في اخر الفيديو. اللي بغى شي حاجه يتصل بيه مرحبا بكم. الدار البيضاء.
هاد البراه ما باس زوين ما كيخافش من الانسان. ها تبان ماشي مشكل بانو. اخويا سمير ايه الله يحفظ اخويا محمد، قول لنا شي حاجه على السلعه ديالك اخويا سمير. واخويا اش نقول لك، هي السلعه قدام الناس هما كيشوفوا فيها، واللي خصاتو شي حاجه مرحبا، هذا هو اللي تسنى اخويا محمد. الخير تبارك الله، ومرحبا بهم. الخير اخويا سمير، تبارك الله. ابراهيم ارميني، ابراهيم ارميني، ارميني ان شاء الله. بالنسبه لهذا اخويا سمير شحال الثمن تقريبا؟ هذا اخويا الثمن ديالو تقريبا كنبيعو ب 500 درهم. تبارك الله تبارك الله. انت ولكن راه تبارك الله جامع من كل طرف. شحال تقريبا وازن من كيلو؟ هو تقريبا على حساب بالنسبه لهذا درافيت العام. تبارك الله، تكون في شي 6 كيلو ولا 6 ونص بحال هكا. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الخير 6 كيلو حتى 7 بحال هكا، حتى من 6 كيلو حتى 7 كيلو. تبارك الله اللهم بارك. اما ولكن راه الجمال اخويا ولادو. تبارك الله. تقريبا باقي كاع ما بينوش حتى الريش الكحل. واه فهمتي، راه باقي كاين اللي كاع ما كمل العام. واه سمير خويا بغيت نسولك واحد السؤال. كاينين شي ناس ما عندهمش خبره في الدجاج، قال لك كاين اللي كيقول لك الدجاج ديال البراه ما كيتكال، كاين اللي كيقول لك ما كيتكالش. وخويا بالنسبه لكاين الناس اللي عندهم فلوس كياكلوا، راه هو عادي، راه بحالو بحال اي دجاج فهمتي، كيتكال ماشي ما كيتكالش. والانسان على حسب المستطاع ديالو. فوالا بالنسبه للانسان اللي ما عندوش، راه اللي ما عندوش راه غيمشي ياخذ دجاج الرومي، هذاك الشيء اللي كاين. عيش راه كيذبح دجاج بلدي. ربما دابا هذا واحد غادي يذبح مثلا خروج ب 500 درهم ولا 400 درهم، راه بزاف فهمتي، تجي شويه قاصحه اخويا سمعني. بصح خويا متفق معاك، متفق معاك خويا سامي. اما اللي عنده موجود راه ما شاء الله، راه تقريبا الى 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 كان عند الجزار غيكون ربما واصل لواحد 100 درهم الكيلو ربما. بحال هكا وكشار، ياه وكشار. تبارك الله، راه تبارك الله، راه كيجمع ما بين الجمال ما بين الجمال والجمال واللحم واللحم. تبارك الله تبارك الله. وبالنسبه للنسبه ديال البيض شويه القضيه عنده ضعيفه، كتوصل ما بين تقريبا 100 حتى 120 حتى 130 ماكسيمو كاع الدجاجات في العام خدامين اوج العطاء ديالهم كيوصلوا حتى 140 145 بيضه. هذا هو الجاد ديال البران. كتبقاني كتبقى نسبه مزيانه، والنسبه هي لا باس بها، ضعيفه شويه ولكن مقارنه بالإن... مع الدجاج البياض اللي كيجمع ما بين البيض واللحم، مثلا بحال الاسترالوب، بحال مثلا الفيومي، بحال كاين هما بزاف ديال الانواع اللي كيجمعوا ما بين اللحم وما بين البيض. مثلا بحال الدجاج الاسترالوب هذاك راه غني على التعريف، راه ما شاء الله راه جامعه من كل فن طرب. شحال كيبيض هذاك؟ تقريبا كيوصل حتى ل 320 بيضه في العام. تبارك الله تبارك الله. ربما ما كيبيضش غير شي شهرين. تقريبا كيتوقف غير واحد الدور، ولكن ما كتحسش بالتوقف ديالو فهمتي، لانه كيغبر غير بعض الايام وكيرجع. سبحان الله. انت جيت تشوف الوليدات ديال هاد براما، ربعت منهم شي حاجه الوليدات بشحال كتبيعهم فلالس اخويا سامي؟ كيخرجوا بحال هكا اجي تشوف 100 درهم. لا على حساب على حساب على حساب على حساب العمر. مثلا بحال ما هادو جبد لينا شي واحد ولا شي جوج. ديرهم فادي اييه خزانه. انت بحال ما هادو 50 درهم الفلوس. 50 درهم شحال في العمر ديالهم خويا سامي؟ هادو دابا عندهم 3 ايام 3 ايام. يلا ني تبعت خوتهم قود تقريبا عندي شي 800 قياسات هما اللي طفاو. تبارك الله تبارك الله. ضروري كنخليو شي حاجه. اما انت الالوان كيفاش كيطلعوا؟ اغلبيتهم كيطلعوا بحال ما هذا تقريبا راه عنده قول شي 28 يوم. 28 يوم هذاك باقى الريش ديال البيضه غيبدلوه. هذا راه عنده 28 يوم راه خويا بحال دابا هذا عنده 28 يوم. شحال الثمن خويا سمير؟ هذاك تقريبا كنقول اخويا 100 درهم على حساب على حساب الفلوس. ملي كيكون مثلا في هذا اللون كتلقى ارميني وسلعه نقيه راه كيكون شويه الثمن، هو راه بحد ذاته راه الثمن مزيان 100 درهم فهمتي. تبارك الله. هذا 200 درهم. هذا راه خوهم، هذا تقريبا عنده شي 3 شهور. واه هانتوما الخوت كما كتسمعوا، ها 200 درهم هذا الكبير تبارك الله، كاين هذا 100 درهم عنده 28 يوم، هادو 50 درهم، هادو 50 درهم. اللي بغى شي حاجه مرحبا بي عاد خويا سمير، واحد الانسان طيب تبارك الله. مرحبا، راه كيتفاهم وميسر والله يسهل على الجميع. حاول كتشدنا من هنا.
باش اقرب بزنيتي الصوت تسمع شويه.